اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بالمدير الفني لفريق 16 سنه ناشئين بالنادي الاهلي لكره السله واللي حصل منذ ايام على بطوله القاهره بعد طبعا تفوق وفوز في كل مبارياته، الكابتن محمد اشرف توفيق، طبعا ابن الكابتن الكبير الكابتن اشرف توفيق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن ايسر، منورنا في قناه النادي الاهلي. شرف ليا يا كابتن ايسر. الف مبروك ومكسب حلو يعني. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. وبنرحب بمحمد طارق خيري صانع العاب الفريق وكابتن الفريق ايضا. اهلا بيك يا محمد. الله يبارك. اهلا وسهلا بحضرتك، وعايز اقول لك مبروك على البطوله وكمان مبروك على هداف التاتا بونت. الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، جهزنا تقرير عن البطوله، خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. نجح فريق ناشئي كرة السلة تحت 16 سنة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد أشرف توفيق في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة والتي أقيمت على صالة جامعة حلوان، وحملت اسم الراحل أشرف جلال مدرب الجزيرة والذي رحل منذ أيام في حادث سير. وتوج الشياطين الصغار باللقب بعد الفوز في النهائي على نظيره الجزيرة بنتيجة 70-57، واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على كل من مدينة نصر، الزهور، جرين هيلز ألف، جرين هيلز باء، المقاولون العرب باء، المعادي في الدور الأول. وبعدها استطاع الفريق الفوز مجدداً على كل من هيليوبوليس، الطيران، صيد القطامية، المقاولون العرب في الدور الثاني. وأعقبها الفوز على مدينة نصر ذهابا وإيابا قبل الانتقال للنهائي، والذي شهد فوز النسر الأهلاوي على كل من وادي دجلة، الشمس، والجزيرة. وتوج محمد طارق خيري نجم الفريق بجائزة هداف البطولة والتي شهدت تألق أكثر من لاعب من لاعبي الأهلي. ويضم الجهاز الفني لناشئي سلة الأهلي كابتن سيد صابر رئيس قطاع الناشئين والناشئات، ويعاونه كابتن أسامة النمر نائب مدير قطاع الناشئين، وكابتن محمد أشرف توفيق كمدرب للفريق، وكابتن فؤاد أحمد كإداري، والدكتور أكرم محمد طبيب للفريق، وعلاء الدين العشري كمخطط أحمال. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن محمد أجيلك، يعني السنه دي كان اختبار صعب ليك، يعني انت كنت السنه اللي فاتت ما شاء الله 14 سنه وحققت معاهم نتيجه كويسه يعني على قدر الامكانيات والشغل وبتاع، بيبقى لسه الولاد ما استووش زي ما اقولوا. تمام. خدت ثقه الجهاز السنه دي، مسكت 16 سنه، كانت صعبه سنه صعبه، كلمنا عنها. والله دي حاجه يعني تحصى. في الاول كابتن سيد صابر وكابتن اسامه النمر مدير قطاع الناشئين عندنا ان هم ادوني الثقه دي يعني وحطوني في البوزيشن ده. فرقه جيل ان شاء الله باذن الله يبقى يعني فخر كده للنادي الاهلي باذن الله. انا متوقع لهم ان شاء الله هيبقوا مش اقل من 8-9 لعيبه في الدرجه الاولى باذن الله ان شاء الله. المهمه كانت صعبه طبعا، وان شاء الله دي بس البدايه يعني، ان شاء الله باذن الله الجمهوريه كمان تكون من نصيبنا باذن الله. طب انت اول ما توليت المسؤوليه يا كابتن محمد، يعني كلمك كابتن سيد قال لك يا محمد انت ما شاء الله عملت حي شغل كويس واحنا بنثق فيك هتمسك 16 سنه، اول حاجه جت في دماغك ايه؟ هو اول حاجه قال لي انا عايزك تمسك فرقه ال 16 عشان انا عايزك مش تكسب بس، انا عايزك تعمل لي الجيل ده، انت احسن واحد هتطوره، وعندنا الفرقه دي هتبقى مرتبطه السنه الجايه، فان شاء الله انت لازم تطورها وتعد لي فرقه مرتبطه السنه الجايه جاهزه باذن الله، وفي نفس الوقت المكسب. ودي الصعوبه يعني، ده الصعب في ان انت تحقق الاثنين، بالذات ان انت بيبقى في جيلين مع بعض. صح. في جيل اصلا كان في 2000 في 16 سنه اللي هو 2006 سنة. وطالع من ال 14 اللي هم كانوا معايا 2007. فعشان توازن بالظبط وتوازن بحيث ان انت تكسب وفي نفس الوقت معاك 20 لعيب، فمحتاج برضو تسكلهم وتزود مهاراتهم وتطورهم وتخليهم يحتكوا وتوزع عليهم التايم في نفس الوقت تكسب، فدي حاجه صعبه جدا مش سهله خالص صعبه يعني. صحيح. خلينا برضو نقول محمد طارق خيري طبعا ابن الكابتن الكبير وكابتن انا كمان كابتن طارق خيري، خلينا نقول انه انت طبعا مع بدايه انت كابتن الفريق وبدايه الموسم كان عندكم بطوله القاهره وفي منافسه جديده، انت كنت متوقع ان احنا هنكسب يعني انت كلاعب وانتوا حافظين بعض حافظين الجيل، كنت شايف ان احنا قادرين نكسب؟ عشان يعني رحنا والبنى اللي بتاعنا كويس، كابتن علي العشري ما شاء الله عليه مجهزنا شغل كويس قوي، ف
فبنروح نلعب فيتنس، نلعب نقعد ساعة وبعدين نخش الملعب نتمرن باسكت مع كابتن محمد أشرف. فالفرقة يعني مع بعض وروح كويس الحمد لله. السنة اللي فاتت أنت برضو كنت بتلعب مع 2005 وكان في 2006 في كل الفرق، يعني ما هو برضو زيك نفس وضعك يعني. كنت شايف ان انتوا افضل، يعني شايف ان احنا النادي الاهلي افضل، ولا احنا محتاجين ندوس على نفسنا محتاجين نشتغل؟ يعني كنت داخل الموسم بفكر ايه كلاعب وكابتن فرقه؟ كنت داخل الموسم يعني مركز ان احنا نكسب بطولات الحمد لله، يعني كسبنا، كنا خدنا منطقه مرتبط والجمهوريه يعني ربنا ما كانش كاتبها لنا. السنه اللي فاتت كان انتوا المرتبط 16 سنه مرتبط. فانت لعبت مرتبط السنه اللي فاتت فكسبتوه السنه اللي فاتت مع 2005 وكسبتوا كمان بطوله المنطقه، الجمهوريه ما وفقناش فيها. فكنت شايف ان احنا نقدر نكسب. طب قول لي انت خدت هداف التلاته بونت وهداف البطوله. بس الكاس اللي انت خدته او الدرع خدت هداف تلاته بونت. لانه ما ينفعش يدوا الاثنين يا كابتن. صح بالظبط. ما بيدوش اثنين، ما بيدوش جايزتين للاعيب واحد. لعيب واحد بس انت على الورق انت الهداف. وطب انت بتختار الجايزتين ولا هم اللي ادوها كده؟ هو هم اللي اداني مش عارف. لانه ما انا اقول لك ليه ادوها لك، لان اللعيب الثاني مش هينفع ياخد 3 بونت. بالظبط. فهو الحل ايه؟ ممكن 3 بونت انت خلاص يعني مش هيدوا له. غالبا كان الاقرب السكور مش ال 3 بونت. السكور كان اقرب ككومبيتيشن يعني. فعشان كده لا سوري ال 3 بونت اللي كانت اقرب. بالظبط. فعشان كده هم ادوا لك ال 3 بونت. طب قول لي بقى يعني انت بتلعب صانع العاب مركز باباك. وخليني اقول لك انت برضو مؤمن انت هو كان بدا صانع العاب وينفع لا بس هو دلوقتي شوتنج جارد يعني ربنا يوفقه. بس انت لعبك اقرب ما يكون لبابا. حد قال لك الكلام ده قبل كده؟ بابا قال لي كده كان قال لك. شفت انت؟ لا انا كنت بمسك باباك وعارف زمان كتير. فانت اقرب واحد للعبه. قال لك المعلومه دي. طب ايه النصائح اللي بديها لك؟ لما باجي اخد اوتلت ساعات بيبقى وشي من فوق او باخدها اعمل دربي على طول، فساعات بعمل ووك فبرضه بيقول لي على دي. ولما اعمل دربي الوش يبقى فوق واخلي بالي من دبل الحاجات دي. الحاجات دي هو كان برضه كان استاذ فيها. كان ياخد الكره وعينه قدام، كان بيتعب مصر كلها. طب قول لي يعني عندنا الجمهوريه ماشي يا محمد، الجمهوريه جايه وهنخش بقى معانا فرقه اسكندريه اتحاد بقى وسبورتنج وسموحه، اخبارنا ايه بوسط الفرقه دي؟ انا شايف كفريقنا احنا احسن كبدني وروح ومستعدين ان احنا نلعب الجمهوريه وناخدها ان شاء الله. يعني انت شايف ان احنا احسن يعني؟ طب قول لي يعني لما كان كابتن محمد جه وكان بيمرنكم صبح وبعد الظهر طبعا عارف نظام كابتن محمد وسياسته، ما كنتش بتتضايقوا ولا يعني؟ لا خالص، بننزل نتمرن وبنعمل علينا. مش عشان كابتن محمد. لا والله كابتن محمد قول الحقيقه. لا والله كنت يعني لما بيقول لكم صحبادي طبعا دي لقطات من على موقع طبعا منطقه القاهره لكره السله ودي لقطات للفريق يعني. اتفضل يا محمد. فلما بننزل الصبح هو في ناس بتبقى متضايقه بس لا بصراحه هو بالذات ما بيتضايقش، هو عايز يفضل في الملعب. انا لما بخلص بالتمرين بيقول لي انا انت خلصت، لا انا عايز اكمل. عايز برافو عليك. فهو بالذات لا ما شاء الله عليه مجتهد جدا يعني. برافو عليك. طب قول لي يعني انت يعني لما بدانا الماتشات ودخلنا على النهائيات كان في ماتشات صعبه، ماتش بتبقوا قلقانين منه شويه، كان ماتش ايه اللي انتوا قلقانين منه؟ اكتر ماتش كنا قلقانين منه الجزيره، بس الحمد لله كسبناها مريح قوي يعني. يعني يعني بالنتائج يمكن مصر التامين كانت اقل شويه بالفرق يا كابتن ولا الفرق؟ لا الجزيره اقل فرقه. الجزيره كانت اقل فرقه يعني، هي اكتر ماتش كان كلوز جيم. ماتش كلوز لحد اخر دقيقه ونص، احنا طلعنا في الاخر كان معانا 8 بونت خلصت 13 يعني. طب قول يا كابتن محمد انت نظامك او سيستمك طبعا يعني انت شارب كابتن اشرف توفيق طبعا، وده طبعا كابتننا ومدربنا ويعني اسرتنا الكبيره في التدريب. انت بتهتم بناحية الدفاعية جدا، واللعيبه الصغيرين ما بتحبش الدفاع. ودي على فكره مشكله، لان هو لعيب يعني معلش لسه سايب الطفوله وطالع يعني يا دوبك لسه بدا يعني يخش مرحله الشباب بالزبط. فهو عايز يجري وينط وحط باسكت وبتاع، انما تقول له دافع صعب. وبتعمل ايه؟ بتعمل ايه عشان تخليهم يدافعوا كده؟ بعاني. بص هو انا في الاول بحاول اقنعه اصلا ان انت يعني هو يخرج بره قصه بقى الطفوله دي. يعني بحاول اقنعه ان انت احنا بتتجاتب بسيط بس في اطار ان انت ده خلاص يعني قدام سنه او سنتين كمان لازم تبقى انت عينك على الدرجه الاولى. فانت مش هتطلع درجه اولى، مش هتشوف الدرجه الاولى من غير ما تكون بتعرف تدافع، من غير ما تكون بتجيب ريباوند،
انسى قصه ان انت لو جبت الباسكت او حطيت الكره نزلت في الباسكت كده انا خلاص انا يعني استريح نفسيا خالص. فركز في الموضوع ده لان ده اللي هيطلعك فوق. مفيش لعيب بيطلع وهو ناقص بدنيا ناقص دي الحاجات اللي هم بيكرهوها شويه البدني الديفنس. فبحاول اصلا اقنعه اصلا بالفكره ان انت تغير فكرك قصه الطفوله واللعب والفاني شويه ان انت تخش في الجد وعايز. طب انا عايز ابص على الكره دي يا كابتن. دي محمد اهو ده انكل بريك ده محمد ده ولا ايه؟ بس انت ايه اللي بتعمله ده يعني ما شاء الله يعني بول كنترول اللي بعديها كمان يعني انا شفت يعني اللي بعديها برده كله لعب وان ان وان وبول كنترول وكروسات اوفر ما شاء الله وميديم شوت. لا هايل هايل يا محمد ما شاء الله ربنا يوفقك ما شاء الله. معلش يا كابتن قطعت حضرتك بس الدفاع هو سيستمك بالظبط. خدت وقت طويل قبل هم مشربوا الموضوع ده وقت طويل خدوه يعني وقت طويل جدا جدا طبعا. هو اصلا يعني اعتقد ان الدرجه الاولى برده نفس الكلام اصعب حاجه الدفاع فهم لا يعني في السن ده بالذات كمان بتبقى عشان انت تقنعه ان انت انا مش انت مش هتلعب عشان بتجيب الباسكت انت هتلعب عشان انت بتدافع. بتدافع كويس. اللي بيجيب الباسكت ما شاء الله عندنا هنجيب الباسكت في كتير بيجيبوا باسكت. فلا معاناه جامده جدا لاي مدرب يعني في قصه الديفنس دي صعبه جدا. طب والروح يا كابتن ازاي جيلين مختلفين تعمل هارموني ما بينهم وتخليهم يحبوا بعض وكل واحد ينكر ذاته برضه دي موضوع صعب زي الدفاع بالظبط. ده صعب جدا بالذات كمان ان انت بتبقى عندك جيل طالع من تحت فاللي طالع من تحت كان شايل كان بيبقى لوحده. احنا عندنا 14 سنه جيل واحد. نعم. لما بتطلع 16 بتبقى جيلين. تمام. فاللي بيبقى في ال 14 بيبقى جيل واحد بيطلع على الاكبر منه فرق جسماني بيبقى في فرق جسماني سنه. ففي نفس الوقت بقى انت كمان انت بتبقى متعود ان انت شايل فرقتك يعني مثلا في 10 11 لعيب شايل الفرقه فبيفوجئ ان الكومبيتيشن عالي قوي. فان انت تقنعه ان هو يخش ويبقى في هارموني بينه وبين اللي فوقيه وان هو التايم بتاعه بيقل شويه بس انت لازم تتطور لازم تتعلم لازم تستفيد من اللي قدامك الاحتكاك والقوه والباور اللي انت بت بت بتلعب معاهم دول ده مفيد جدا. وان انت التايم بتاعك بيقل ده كله طبعا بيصعب قصه الروح. بس هم ما شاء الله الفرقه من كتر ما احنا بنتمرن مع بعض وعلى قد ما بنقدر بنحاول نوزع التايم. برافو لانه عامل مهم جدا. يمكن برضه محمد انت كان ليك دور انت كابتن فريق أنا في ازاي استوعبت اللعيبه الصغيره اللي هم طالعين اصغر منك؟ في مره قعدت يعني معاهم كده عشان هم طالعين عمرهم ما لعبوا مع ناس اكبر منهم او كده فقعدت معاهم كلمتهم ان احنا لازم نركز والروح بتاعتنا وكده وفي الماتش يعني مثلا 5 هيبداوا الباقي كل يوم 5 يقعدوا عشان يركزوا الماتش وكده. مين اللي قال لك الكلام ده؟ لا ده سنه فاتت تعلمته اكبر مني. تعلمته اكبر مني. طب قول لي انت يعني كابتن محمد قال نقطه مهمه جدا قال لك انت لما بتطلع على جيل اكبر منك ممكن تاخد وقت اقل شويه. انت السنه اللي فاتت عرضت الموقف ده يعني انت لما طلعت مع 2005 خدت وقت قليل شويه ولا كنت بتلعب؟ في الاول يعني كنت باخد وقت قليل شويه وبعدها بدات يعني طورت من نفسي اجتهد وكده وبعدها بدات يعني عملت اللي قاله كابتن محمد. حتى انت السنه اللي فاتت لما مريت بده خلي بالك العقليه بتفرق يعني انت لو من صغرك وعقليتك قادر تفهم تستوعب ده تستوعب ان انت محتاج تطور نفسك بشكل مستمر بتفرق معاك كتير جدا. طب قول لي يعني خلينا نطلع كابتن طارق بره مين شايفه في مصر مثل ليك مثل اعلى؟ مؤمن اخويا. يا راجل ده بابا ماما هيحبوك قوي مش هخش البيت النهارده. مؤمن اخوك هو مزاجك الاعلى ده انت بص ده انت اخ نموذجي. طب خلينا نطلع كل العيله بره يا سيدي عشان ما تقوليش هو اللي مليك ولا ايه. طب خلينا نطلع بره العيله يعني نشوف طبعا مؤمن اخوك واكيد مسك الاعلى ونجم كبير طبعا هو ولد نجم يعني ما شاء الله ربنا يوفقه ويبقى داعم للدرجه الاولى. مين بره الاسره؟ بره الاسره إيهاب أمين. إيهاب أمين برغم انه مش مركزك انت. طب قول لي انت ممكن لما تكبر تفكر تغير مركزك ولا انت حابب صنع العاب؟ لا حابب صنع العاب. حابب خلي بالك يا كابتن المركز ده صعب اصله يعني عشان تلاقي لعيب يحب البوينت جارد لان البوينت جارد يبقى معاه كوره وهو اللي بيطلع بالكوره فالمجهود عليه اكتر. اصعب مركز. اصعب مركز. اصعب مركز وحلو انه بيقول لي ان انا عايز العب. اصعب مركز كمان لان هو يعني متهيألي اعتقد يعني من وجهه نظر ان المركز ده ما ينفعش يبقى عندك حاجه ناقصه يعني ما ينفعش تبقى بطيء صح. ما ينفعش تبقى ما بتشوتش ما ينفعش تبقى الدريبل بتاعك وحش او مش بتباصي صحيح ما ينفعش بدنيا مش قوي يعني صحيح. المركز لازم اللعيب اللي بيلعب فيه يبقى متكامل. ده دلوقتي بيدوروا عليه طويل وبيدوروا عليه طويل بيدوروا لازم يبقى سكورر صحيح. فهو مركز متكامل يعني ممكن تقبل لازم يبقى ليدر واي كيو كويس في الملعب
ودلوقتي كمان يعني دلوقتي ممكن تبقى يعني تلعب بجارد مش سكورر بس ديفندر وقوي وسايز وكده، بس ما تقدرش تلعب بوينت جارد عشان بيدافع بس. صحيح. لا لازم يكون عينيه كويسه وبيشوط بيمشي ملعب كويس، كنترول كويس، ليدر. لا ما انا عايز اسال بقى محمد، انت تحب الشوط اكتر ولا الدخله؟ بس في كده لعيب يقول لك انا احب كده الكوره وهي بتزغرط في الشبكه، احنا بنقول كده الشوطه. ها يعني باين، ما هو يعني الشوطه دي ما كانتش حب وعشق بينك وبين الحلقه، ما يبقاش شويت. وزي باباك برضو، باباك كان شويت سم يعني يعني كان كان بيرجع. وخلي بالك بس باباك بقى، انتوا معلش أنا يعني خلينا كلامك، انتوا برضو يعني مرفهين. باباك كده من الشرقيه من تحت خالص، واتمرن على ملاعب بلاط ولعب يعني لغايه ما وصل انه يستحق كده. طبعا يستحق. انا شفت ملعب اللي كان بيتمرن فيه والدك في الشرقيه. طب خلينا نتكلم عن المستقبل. يمكن اغلب اللعيبه دلوقتي بيقول لك انا نفسي اخلص واطلع جامعه، نفسي اخلص واطلع هاي سكول، لا نفسي اطلع الام بي اي كامب اللي بيطلع دلوقتي في السنغال. انت نفسك ايه؟ نفسك طريقك 3 4 سنين جايين بشكلهم ايه؟ انا نفسي العب مع منتخب كاس عالم واطلع هاي سكول. وتطلع هاي سكول؟ هاي سكول، مش هستنى جامعه. لا هاي سكول انت داخل على طول. طب كاس العالم ده امتى اللي جاي؟ ما هو اللي جاي ده 2005 2006 صح. فهو اللي انا شايفه دلوقتي ان انت ما شاء الله يعني يعني عامل موسم كويس، ربنا يحقق لك امنيتك. يعني انت ما لعبتش معاهم افريقيا اللي فاتت، بس نفسك تلعب معاهم كاس العالم ان شاء الله تلعب. طب وهاي سكول بدات تراسل حد؟ بدات تتكلم؟ بدات حاجه؟ لسه. ما كان مؤمن جاله برضو خلي بالك. صح مؤمن جاله كبر دماغه قال لك لا جنب بابا. لا بس هو اكيد ممكن في الجامعه يفكر اكيد. اكيد. طب كابتن محمد خلينا اتكلم ان حضرتك برضو فيك حاجه كويسه جدا، يعني حتى مثلا السنه دي فريق 14 سنه كان عنده ازمه شويه في ماتشات وبتاع، لقيناك جاي وواقف معاهم وعلى البنش معاهم وبتساند وبتشجع وصوتك راح. يعني ممكن حد تاني يقول لك لا انا فرقتي وخلاص واركز فيها، يعني ايه الروح دي؟ بص دي مش انا لوحدي، يعني احنا متعودين كده في النادي عندنا كلنا، يعني معظم المدربين احنا ورا بعض. يعني تلاقيني انا واقف في الماتش بتاعي ورايا اتنين مدربين ضاربين مشوار من بيوتهم في اكتوبر لحد حلوان جايين عشان يبقوا ورا الفرقه. فاحنا ما بنسيبش بعض، معظمنا تقريبا كل المدربين تقريبا 90% منهم ولاد النادي، فكلنا بنحب النادي. فمش فارقه انت عايز تخدم عايز تساعد في اي مكان يعني. يعني مش انا لوحدي اللي بعملها، كل الناس يعني عندنا مدربين كتير من البنات، مدربين بنات تيجي يقفوا مع جهاز الولاد موجودين في الماتش موجود على البنش، بتلاقيه برضو منفعل وبيصرخ بره وبيساعد باي طريقه يعني. حتى لو مش قاعد على البنش موجود. صحيح. والماتشات بتاعتنا بتبقى بعيده يعني حلوان مشوار بعيد مشوار. يعني انا يمكن مثلا كابتن اسلام الكيلاني جالي ماتش الشمس كان عنده تمرين في المنتخب في اكتوبر، جالي ضرب المشوار من اكتوبر لحلوان وجالي ساعتين قبل ما يجي بالظبط. فده احنا يعني دي افهم من كلامك دي روح جوه النادي الاهلي بالظبط، دي الروح القطاع كله كده. انه اي حد واقف عنده عايز مسانده بيلاقينا في ظهره بالظبط، واكيد اتعامل معاك كده فانت بتعمل مع الغير كده. كلنا كنا متعودين على كده، حتى لو ما اتعملش مع حد صدفه ان ده الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. يعني ما نحبش ان نشوف ان اي فرقه عندنا لا قدر الله بتخسر او لا محتاجين مساعده لازم نساعد يعني. صحيح دي قشه النادي الاهلي. طب زي ما انا سالت محمد عن والده والنصايح وبتاع، لازم اسالك عن نصايح الكابتن الكبير كابتن اشرف توفيق مدربنا وحبيبنا كلنا، نصايحه ليك ايه كمدرب؟ هو انا اولا يعني مهما اتكلمت مش هقدر اوفي حقه يعني او افضله عليا يعني. يديله الصحه يا رب. هو علمني كل حاجه تقريبا، كل حاجه تقريبا اتعلمتها منه. ما وبلس ان هو بيجيب لي احباط. ليه؟ من كتر ما بشوفه بيذاكر وانا مش ملاحق يعني، انا وانا اصغر منه كده هو حاليا بيذاكر اكتر مني بكتير. يقعد يذاكر؟ بيذاكر يعني ممكن يقعد قبل التمرين كده، انا اصحى من النوم وعن تمرين الساعه 6 بالليل الاقيه قاعد مثلا 3 ساعات متواصله قدام اللابتوب وورق قد كده وعمال يكتب وبيجهز عشان تمرين الساعه 6. انا ممكن يعني اخري بكتير قوي نص ساعه ساعه بكتير جدا اقعد افكر هعمل ايه هنظم ايه كده. هو بيجيب لي احباط فعلا من كتر ما هو بيدور وبيذاكر في السن ده لحتى هذه اللحظه يعني من امبارح عمال يذاكر. بخش البيت الاقيه بحس ان انا لا ده انا ضايع مفيش خالص. طب نصايحه ليك ايه يعني انت اتعلمت منه من غير ما يقول لك حته انه يذاكر ويحضر، طيب اتعلمت منه ايه نصايح؟ يعني قال لك ايه اول حاجه كده، اول زي ما بيقولوا منذ نعومه اظافرك في التدريب قال لك ايه؟
لا يعني لا حاجات كتيره قوي يعني. قول لي ممكن حاجة مثلا قال لي حاجه مهمه جدا ان المدرب يعني سمعه، فانت المكان اللي انت بتدرب فيه لازم الناس كلها تتكلم عنك، مفيش غلطه، ما بتتاخرش عن ميعاد، ما بتسيبش الملعب فاضي، في احترام، في اخلاص، ده 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 الجانب الحاجات السلوكي السلوكيه. فنيا بقى انا كنت بشوفه يعني، انا وانا بلعب كنت بخش تمارين وبتعلم يعني اتفرج عليه، لان انا كنت وانا بلعب كنت عايز ابقى مدرب. فساعات كنت اكتب اروح وراه كده اشوف هو بيعمل ايه. فلا كتير جدا ربنا يعني يخليه ويديله الصحه كابتن اشرف توفيق طبعا، وده مش بس فضله عليك، فضله على ناس كتير جدا سواء مدربين او لعيبه، ودي حقيقه ما حدش ينكرها ابدا يعني، مدرب منتخب مصر والنادي الاهلي. بس اجي لك تاني يا محمد، يعني ما جالكش كابتن مستر اجوستي، ما جالكش ثلاث مره معايا تمرينه كده ولا حاجه؟ لا والله منتظر انت، ها عايز الفرصه دي، نفسك حاسس لو طلعت تأدي نفسك مستنيها؟ خلي بالك واحنا صغيرين لما تقال لنا تعالى بكره تمرين الدرجه الاولى ما نمناش، قعدنا نكوي الشورت، أو والله ما بهزر، نكوي الشورت وجهز هدومنا لان راحت مرمى الدرجه الاولى، فانت مستنيها دي. طب نفسك تعمل تاريخ مع النادي الاهلي؟ طبعا اكسب بطوله افريقيا مع فرسين. نفسك. طيب وخليني برضه اقول لك انه انت برضه بينك ومن جمهور النادي الاهلي على صفحات السوشيال ميديا وبتاع، الناس حباك يعني، شايفه فيك كده حاجه جميله يعني. يعني قول لي ايه القصه ما بينك ومن جمهور النادي الاهلي؟ يعني بعد ما ماتش الجزيره مثلا الفيديو اللي نزل لي صراحه عجبني، ودخلت كان في كومنتات حلوه برضه، بس ما فيش حاجه تاني. وشوف انت قلت لي انا عايز اخد افريقيا حتى الدوري، انت عايز افريقيا معايا يعني. انت حضرت افريقيا اللي في 2016 وعجبك الجو، فانت عايز تعيد الجو ده تاني ان شاء الله، ترجع لايدك يا محمد ان شاء الله. هنطلع لفاصل، بس محمد انا بشكرك قبل الفاصل، وطبعا عشان بلال يخش معانا، بس انا سعيد بيك جدا وربنا يوفقك يا محمد ان شاء الله. لا طبعا ده انت تنور يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، كابتن محمد اشرف توفيق مستمر معانا، هنطلع لفاصل عشان يستقبل بلال محمد. بالمناسبه محمد كابتن فريق 2006 وبلال كابتن فريق 2007، هنطلع لفاصل عشان نستقبل بلال. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيفنا اللي انضمنا بلال محمد، نجم فريق 16 سنه ناشئين بنادي الاهلي واللي فاز ببطوله القاهره مع الفريق. اهلا بيك يا بلال. اهلا بحضرتك، منورنا. بس انت يعني ما شاء الله بلال، على السنه اللي فاتت طولت شويه برضو، والسنه دي كنت بادي اداء كويس. طب قول لي البطوله دي وانتوا داخلين، محمد كنت سالته نفس السؤال ده وعايز اسمع الاجابه من مين، اقوى فريق كنتوا شايفينه؟ طبعا احنا بنحترم كل يعني الفرق اللي احنا بنواجهها، بس هو طبعا يعني كانت المنافسه الاقوى مع الجزيره. مع الجزيره. طب منهم ناس 2007 او لعيبه 2007 زيك كتير ولا اكثرهم 2006؟ طبعا اكثرهم 2006، بس يعني كان في لعيب او اثنين يعني مميزين كانوا طالعين معانا 2007. انت السنه اللي فاتت ما شاء الله بلال كنت مميز في جيلك 2007، وعملت موسم كويس وفنشت الجمهوريه كويس وكنت حاطط سكور عالي يعني، وبدات الموسم ده باصابه يعني ربنا الحمد لله ما يعيدهاش. كلمنا عن الاصابه، ايه اللي جالك وجات لك ازاي؟ كان جالي منشأ الأمعاء حضرتك مكانه 4 مللي. مزق شد ولا مزق؟ هو العضله اتشدت جامد فمنشأ الأمامية حضرتك. مزق. ده كان نتيجه لتدخل عنيف اثناء التدريب. بس الحمد لله لحقت ارجع بفضل يعني كابتن محمد طبعا علي شجعني، فضل الدكتور اكرم وكابتن علاء. كنت بتاخد جلسات يا بلال؟ طبعا. وعلاج طبيعي ورحت الجيم وكده، ولا اول ما خفيت نزلت على طول؟ لا طبعا قعدت فتره جلسات وعلاج طبيعي وكل حاجه. كنت بتعملها في النادي؟ حاجات منها في النادي وحاجات منها بره. طيب بيقولوا في العلاج الطبيعي الجديد بيبقى بالميه، ممكن تنزل الميه تاخد تمارين في الميه، هل احتجت العلاج الطبيعي في الميه ولا ما احتجتلوش؟ لا الحمد لله يعني ما كانش يعني حاجه لازمه، كان العادي. كان اللي موجود طب انت يعني قعدت قد ايه في العلاج يعني؟ عشان انا ليه بقول كده، بقول ان حتى لو جات لك اصابه في اول الموسم ما تعطلكش يعني، ما شاء الله بلال معانا اهو لعب وشال ودخل فورمته. قعدت كم اسبوع كم يوم لغايه ما رجعت؟ انا قعدت 4 اسابيع لحد ما حصل الالتئام، والحمد لله يعني العظمه رجعت مكانها، وقعدت بعديها اكتر من 4 اسابيع يعني علاج طبيعي وتاهيل وكل يعني شهرين. شهرين. طبعا بابا وماما اتخضوا عليك جامد يعني، كانوا اتخضوا طبعا بس كانوا متعودين يعني. متعودين يعني. ما هو لعيب لازم يتعرض لاصابات يعني، بس هو يمكن عشان انت حبيبي لسه صغير كنت ولسه طالع وبتاع. طب قول لي يعني 2006 انت لعبت معاهم، ما طبعا انت في فتره صعدت مثلا بتشوفهم في النادي،
فلما اتضمتوا مع بعض الجيلين كان يعني حسيت ان انت غريب ولا حسيت ان انت يعني كابتن محمد قال انه حاول يجمعكم مع بعض يدخل روحكم مع بعض وتبقوا كلكم في هارموني، حسيت ده يعني بغربه خاصه انت قعدت شهرين مصاب؟ لا طبعا، لان احنا كلنا عارفين بعض من قبل كده، حتى الجداد يعني كنا نعرف بعض سواء ماتشات كانت حصلت عندنا في النادي او شفنا بعض بره، فاحنا كنا كلنا اصحاب يعني ونفس الروح يعني. ما كنتش حاسس بغربه؟ لا طبعا. وده جميل يا كابتن محمد، خليك يعني خليني اقول لك يعني حتى لما تسمع من اللعيب الصغير كده، يمكن محمد هو الكبير، لما تسمع من اللعيب الصغير ده يبقى انت نجحت في مهمتك. بس ارجع للناحيه الفنيه شويه كابتن، يمكن انت طلعت على 2006 ما فهمش سناتر كتير يعني، يمكن سنتر او اتنين. اغلب السناتر طالعين معاك من 2007 عمر وبلال وكان في كمان ربيع. بس دايما او جرى العرف ان الكبار السناتر هم اللي بيشيلوا لان بيبقى اكتر خبره وجسمانيا كمان. حليت دي المشكله دي ازاي؟ والله انا من اول وقت حاولت اقول لهم ان انتوا في سن كبير او وفي سن صغير، بس هو الاحسن واللي هيجتهد اكتر هو اللي يلعب يعني، المستوى في الاخر هو الفيصل، ملهاش علاقه يعني. نعم. فهم استجابوا. حاولت اوازن بقى بين المجموعه اللي عندي من تحت قليلين شويه البيفوتات مع زي بلال وربيع اللي طالعين من تحت، والجردات بس ممكن تكون جت على حساب الجردات شويه، ان برده اللي طالعين فيه لعيبه كويسه. بس على قد ما اقدر بحاول ادخلهم في بعض ويبقى في كومبيتيشن. ويمكن الطوال بتبقى ازمه، لان انت الجردات سهل تستعين بجرد كبير بالزبط. صغير مستوى قريب بالزبط. انما الطوال هي دي كانت ازمه. واقول لك بامانه لما قعدت اتفرجت على التمرينه بتاعتك كذا مره قلت هيبقى عندك مشكله في الطوال، لان الطوال الصغيرين مهما كان خبرتهم قليله ما لعبوش في السن ده لسه لسه طالعين من 14 فكنا قلقانين. بس انت تخططها يعني، كونك تتوج ببطوله الجمهوريه. طب كان قصاد الفرقه الثانيه كان فيها سناتر جامده، الفرقه الثانيه فيها سناتر قويه، بس انا تغلبت بالموضوع ده ان انا دخلت عدد كبير من الطوال في الروتيشن يعني. محدش شوط ملعب يعني كتير يعني، خليت دايما في خمس بيفوتات في الملعب في معايا في السكور انا ببدل عليهم وكلهم بيلعبوا يعني، والتايم قريب يعني 10 12 دقيقه كل واحد يعني. مثلا بوزيشن السنتر في 3 بيلعبوا، بوزيشن 4 في 2، وبجيب مثلا الثلاثه ساعات العبوا شويه 4 كمان، بحيث ان انا بدور، بحيث ان انا بقى فرقت عن اللي هناك ان ممكن يفوق عندهم واحد او اتنين مميزين قوي، لا انا عندي 5 والجميل 5 دخلتهم مع بعض بحيث ان انا اقدر اتغلب عليهم بالروتيشن. والجميل اللي حضرتك قلت لي في الفاصل ان اخر كوارتر مع الجزيره اللي هو كان كوارتر الحاسم للبطوله كان بلال وربيع في الملعب. كان بلال وربيع في الملعب ودي حاجه كويسه يعني، كانوا هم الصغيرين في كانوا هم اللي كانوا في الملعب. بس ما شاء الله عندنا اتنين، عندنا محمد عمار ومحمد راضي، لا ممتازين عملوا بطوله هايله جدا. انا قصدي اقول ان انت برضه عندنا اصابات، خلي بالك احنا عندنا اتنين لعيبه حسن وعبد الرحمن عمرو بفوتات، الف سلامه عليهم، قعدوا حوالي شهرين اخر شهرين تقريبا مصابين، رجعوا قبل البطوله باسبوعين، حاولت اجهزهم على قد ما اقدر، بس لسه ان شاء الله باذن الله في بطوله الجمهوريه ان شاء الله هيشيلونا كمان باذن الله. بس انا اللي كنت بعاني معاه بلال ده من ليه بس؟ حتى انا قلت له بعد الماتش انا فرحتي بمستواه زي فرحتي بالبطوله نفسها ما شاء الله، ان كنت بعاني معاه حتى من السنه اللي فاتت، هو كان معايا من السنه اللي فاتت، كنت بعاني معاه شويه كده في شويه مشاكل في الفنيه دفاعيا وكده، وطول السنه بقى انا وهو عمالين شد وجذب وتعنيف بس ما شاء الله البطوله عملها دفاعيا حاجه هايله. وحتى كلمته قلت له بص افتح الاستاتستيك هتلاقي ان انت عملت اللي انا بقول لك عليه، فشكلك بقى ما شاء الله بص في التنا ازاي، فكانت حاجه جميله جدا. وده مكسب المكاسب البطوله. بس خلينا اتكلم مع بلال عن بعض الامور اللي استضفتك في الملعب، خاصه ان انت شاركت في فترات السنه دي. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن فوز فريق 16 سنه الناشئين ببطوله القاهره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، اجي لك يا بلال. يمكن اللعيب يعني بيبقى ما بينزل الملعب بيبقى دايما مستحضر الكلام اللي قاله له المدير الفني، قال له توجيهاته. ايه اكتر حاجه كان كابتن محمد دايما حريص انه يفكرك بيها قبل ما تنزل الماتش؟ الديفنس. ايه بقى في الديفنس؟ ان انا اقعد برجلي يعني واركز، لان انا كنت السنه اللي فاتت يعني، وكابتن طبعا من فضل كابتن محمد اتطورت، كنت بسرح يعني، مثلا ابقى ماسك واحد يقطع مثلا من ورايا وانا ما اخدش بالي، يطلع يشوط وانا ما اخدش بالي. فطبعا ان انا ما اسرحش، ان انا اقعد على رجلي ما على قد ما اقدر، احاول ان هو ما يدخلش مني او اوديه ناحيه الهلب.
صحيح. فدي يعني حاجات طبعا لازم اركز عليها وطبعا طورت فيها بفضل كابتن محمد. بس هي دي الحاجة. يعني يمكن اكتر الكلام اللي كان كابتن محمد بيفكره لك دايما في الدفاع. أوه. ودي حتى تديك مؤشر ان المدير الفني بيحترم الدفاع. انت نفسك تلاقي نفسك انا لما كنت اقف مع مدير فني حتى لو اجنبي واول ما يديني تعليمات عن الدفاع اقول لا ده يبقى هو بيهتم جدا بالدفاع. أوكي. فانت وصلت لمرحله انت بتحب الدفاع يعني بتهيألي خلاص. طب وانت بتدافع على لعيبه 2006 اللي اكبر منك بسنه حسيت بمشكله ولا حسيت ان زيك زيهم؟ زي زيهم ان انا حسيت بمشكله يعني هحس ان انا الاضعف. ان انا الاصغر فحس ان انا الاضعف. هو جسمانيا طبعا فارق وخبره اعلى فلو كنت فكرت كده كان زماننا دلوقتي يعني. طب قول لي بقى مين نفسك الاعلى؟ مصري الاعلى في مصر وبره مصر. في مصر يعني إيهاب أمين ما شاء الله ده لعيبة مصر كلها بتحب إيهاب أمين فأنا بحبه أنا كمان. ومين تاني؟ هنا في مصر؟ لا بره مصر. بره مصر ليبرون جيمس. ليبرون جيمس بس يمكن ليبرون بيلعب ما شاء الله كل المراكز. يعني تلاقي طالع بالملعب وبيلعب شوتنج جارد وجارد وسنتر وكل حاجة. أنت نفسك تبقى لعيب كامل كده. طب قول لي يعني أنت إخواتك اللي بيلعبوا في النادي او في كان في طبعا زينه ورنيم البرقي الاثنين زينه راحت امريكا ورجعت ورنيم لسه هناك بتكلمهم على طول؟ طبعا. وبتعرف اخبارهم ايه بيعملوا بتشوف ماتشاتهم ولا زينه بس رنيم لا ان هي ماتشاتها طبعا بتتلعب فترات غير فتراتنا مش لازم هوا تشوفها تشوفها على اليوتيوب بعد كده؟ لا للاسف. شفت بقى شفت وقعدت في الكلام يا كابتن. طب تشوفش ماتشات اختي بيقول لك عشان مش هوا هتطلع من هنا تشوف ماتشات اختي. عكس محمد. عكس محمد خيري. محمد 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 بقول له بسالك مين؟ قال لي اخويا. يعني واخد بالك فهو واضح ان هو يعني ايه ممكن عشان هم بنات متعلق بالان بي اي بقى. لا لا ما طبعا انا بهزر يعني بس اكيد طبعا انت هم سافروا وانت لسه صغير يعني هم اكبر منك بحب حلو. انت في سنه كام الاول؟ انا في جريد 9 ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي لسه برضه لسه ما شاء الله صغنن يعني يعني ربنا يكرمك ان شاء الله. بتفكر هل يعني بس الكلام ده زعل كابتن محمد بتفكر تسافر يعني بره بتسافر تروح هاي سكول بتسافر تقعد ولا شايف ان الافضل تقعد في مصر؟ شايف ايه؟ لا شايف طبعا الافضل ان انا اسافر. انت شايف كده؟ انا شايف الافضل ان انت تقعد في النادي بصراحه. هو محمد انا عايز اقول لكم يا جماعه مش عايز حد يسافر. في الفاصل كابتن محمد قال لي يا كابتن ونبي ما تفتحش سكه السفر دي خلي الولاد قاعدين. لا طبعا هو السفر في حد ذاته مش سفر بس بيبقى ساعات اللعيب يقول لك انا عايز اروح امريكا افتح لنفسي طريق اشوف اخد خبرات ونجحت مع ناس كتير يمكن على راسهم طبعا إيهاب أمين. بس خليني اقول لك كابتن انت اكيد بحكم خبرتك انت بقالك في السن ده كتير يعني يمكن ده اكبر سن انما انت في السن الصغير انت خدتها من تحت 11 و12 و13 وبتتعلم وبتتطور. اصعب تدريب الكبار ولا الصغيرين بامانه؟ لا التفكير ده كله هو السن اللي هو 14 16 اصعب سن لانه يعني ممكن في ال 13 سنه وال 12 وال 11 انت عندك مهمه واحده اللي هو انت بتعلم بس فانت قاعد بتعلم الاولاد فاندمنتالز وشكرا بس كده انت عايز تعلم حاجات جماعيه بقى بسيطه كده لكن مفيش اصلا كومبيتيشن مفيش حاجه. 14 و16 بقى فانت ماشي في الاثنين انت بتعلم فردي تكسب. وبتعلم جماعي وعايز تكسب تعلم فردي معاك 20 لعيب جماعي وبتكسب ومعاك 20 لعيب معاك 20 فالموضوع صعب جدا يعني. طيب المرحله دي صعبه هسالك يعني. الاصعب السن ده ولا تمرين الدرجه الاولى من خلال طبعا بقى ايه معاشرتك مع كابتن اشرف توفيق؟ بص هو دي حاجه ودي حاجه بس لا. انا قول لي الصعب ايه انا سؤالي واضح هو الضغط نفسي طبعا فوق طبعا لكن تحت برضو لا اصعب صعب يعني ممكن اقول لحضرتك ان انت ممكن تحت في 16 سنه في حاجات كتيره قوي بتديها تديها فوق ده بيقول ايوه صح لكن انت وانت فوق في حاجات كتير يعني مش هتعلم الولد الدريبل ازاي فوق خلاص الولد جاهز اللعيبه جاهزه واخد اللعيبه جاهزه مسافه بس ان انت بتخليه فورمه او بتطور له شويه بيطلع اللي عنده لكن انت تحت بتاخد لا في حاجات هو اول مره يشوفها يعني الديفنس مثلا اول مره يعرف يعني مثلا ايه كلوز اوت بالظبط فوق انت بتقول له كلوز اوت روح كلوز اوت فهيروح كلوز اوت خلاص ازاي دفع كروس سكرين فانت بقى بتعلمه بالظبط هتجري ازاي هتطلع بانهي ايد خطوات رجلك عامله ازاي بس دي متعه متعه طبعا يعني انت لما بتعلم اللعيب حاجه زي كده وانا هسال بلال يعني بص هاخد منك بقى واروح على بلال ايه اكتر حاجه كابتن محمد قالها لك خلينا في الهجوم الدفاع خلاص ده كلام مفروغ منه في الهجوم اكتر حاجه انت حتى وانت بتعملها بتفتكر كابتن محمد مفيش حاجات كتيره لان طبعا كابتن محمد يعني ما بيكلمناش كتير عن الهجوم بس اكتر حاجه قول لي حاجه كان دايما يقولها لك وانت لما بتعملها في الملعب بتروح بعينك على كابتن محمد يعني
الباصات الحلوه يعني انا اشوف زمايلي وانا حلو بلعب. برافو عليك كويس لما تبص باصه حلوه وتعمل اسيست حلو بتروح بص لكابتن محمد على طول. اه طبعا. طب ما دي حاجه كويسه. طب وايه تاني؟ هل انت انا برضو يعني انت لعيب اكتر دخول بتحب تدخل انا شفتك كتير بتحب تدخل وتعمل بريتريشن وتوصل مربع وكده. طب الشوطه اخبارها ايه؟ طبعا انا يعني بعد السنه اللي فاتت خلصت بتبتدي السنه دي على السنه دي عشان طبعا هيبتدي يتلعب علينا زون. صحيح. فالزون يعني هتبقى وسيلته الشوطه. بالظبط. فطبعا طورت الشوطه واشتغلت على نفسي كتير طبعا والحمد لله اتحسنت. اتحسنت. خلي بالك الاربعه اللي بيشوطها تابونتو ده بيحل ازمه كبيره جدا. اه الحمد يعني لله. عندك اسماعيل احمد اهو نجم الاربعات في مصر بيحل لنا كان في المنتخب ازمه كبيره جدا بالتابونتو اللي من النص دي. في اولوياتك وتدريبك وكده ولا لا؟ اه طبعا. طب يا كابتن يعني برضو لما بتيجي هو بيشتغل على نفسه في دي كتير وانا بقول له عليها. هو بيشتغل مش هو لوحده يعني الحمد لله ما شاء الله الجيزه بقول لحضرتك ال 20 لعيب ما شاء الله انا بخش مش عارف احط مين في ال 12 يعني. يعني لو جيت اقول لك مين نجم البطوله ما فيش حد احنا كلنا يعني ممكن الخمسه ال 12 اللي لعبوا ماتش دجله اول واحد في الفاينلز ممكن مثلا في 30 40% منهم متغيرين في اللي بعده 30 40% متغيرين في اللي بعده ما شاء الله. فهنا لا ما شاء الله كلهم بقى بيشتغلوا مع يعني على نفسهم كتير. انا بقى حاجات ساعات كتير جدا بطلب من نفسهم ان بطلب منهم ان هم ينزلوا لوحدهم. بينزلوا لوحدهم يعني بلال مثلا انا بينزل لوحده في بدني. النادي بتروح نادي بلال تشوط ولا بتروح الصبح ولا امتى؟ بروح في اي وقت يعني اي وقت على فاضي. يعني مثلا في ناس منهم بيبقى مثلا اللي ساكن بعيد فبتفق معاه ينزل عندك نادي قريب منك انزل حد ملعب قريب اي ملعب قريب منك انزل شوط لوحده. وبيلتزموا يا كابتن معظمهم طبعا. وده بيفرق معانا كتير جدا لان انت على قد ما بتقدر كل ما زودت عدد الساعات اللي بيتمرن كل ما فرقت وكل لعيب لازم بيبذل مجهود اكتر من التمرين اكيد حضرتك عارف يعني. طبعا طبعا. فلا هو بلال اشتغل على نفسه كتير جدا وظهرت كمان في الفاينلز التطور بتاعه حتى في الشوطه في النسب وفي الفاول شوتنج فرقت كتير جدا جدا معاه. طب اقول لك يا كابتن نفسك تشتغل مع المنتخبات يعني نفسك تبقى يعني اكيد حلم لكل واحد انه يشتغل مع المنتخبات. شايف ان الفرصه او الخطوه دي يعني مش هتقول لها لا لو جت يعني حاجه زي كده؟ اتمناها طبعا في اي وقت يعني ما يتمناش يبقى في المنتخب يعني. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرم ان شاء الله تبقى فيه وان شاء الله تنقل خبراتك. الحقيقه انت كمان عندك ميزه انت خدتها من تحت من سن الصغير لغايه ما وصلت 16 سنه. نفسك تمرن درجه اولى ولا عايز تبعد عن الضغط ده؟ لا ان شاء الله باذن الله. حلو. واحده حل. واحده كده باذن الله باذن الله نوصل يعني ان شاء الله. اكيد يعني هيبقى اسعد واحد في الفتره دي هيبقى طبعا او الوقت ده كابتن اشرف توفيق يعني هيبقى سعيد جدا يعني زيك الشبل من هذا المداد يعني. انا على فكره جدي فاروق توفيق كان مدير فني النادي الاهلي. كابتن فاروق توفيق اللي هو جدك. جدي كان مدير فني النادي الاهلي. انا عارف المعلومه دي بس كويس انت قلتها. ما اعرفش السنه بالظبط بس كان مدير فني النادي الاهلي. جدك كان في السعوديه ورجع مسك هنا مدير فني النادي الاهلي. كابتن فاروق توفيق طبعا بابا ان شاء الله يعني اكمل المسيره حتى لو مش في النادي الاهلي. خلي بالك انتوا العيله كلها باسكت بول يا كابتن محمد. بالظبط. يعني كابتن طارق عمك كابتن طارق وكابتن ايهاب كابتن ايهاب توفيق. انا يعني شرفت واتمرنت معاه كمدرب عام فريق فتره وخدنا مع بعض الدوري يعني ما شاء الله عيله سلويه جامده جدا. بالزبط. بس برضه بلال قبل ما الحلقه تخلص انا عايز اعرف يعني انت 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 كلاعب يعني اكتر واحد كل واحد بيبقى له حد بياخد رايه كلاعب بيكلمه في مين القريب ليك في الملعب من اللعيبه؟ الملعب. في الملعب يعني محمد طارق خيري. محمد طارق خيري بتقعدوا تتكلموا مع بعض يقول لك لا اقطع كده وانا اديها لك كده خدها على الشوطه لا لف لي كده بتقعدوا تتكلموا في الباسكت مع بعض. انت ومحمد طارق خيري. والحوار اللي بينكم بره الملعب ده بينعكس على الملعب يعني بتحس ان احنا نازلين كور بنتفق عليها بنعملها ولا ما بيحصلش؟ طبعا بينعكس على الملعب. بيحصل. طيب ما نفسكش تخش منتخب مصر؟ نفس السؤال لكابتن محمد. طبعا نفسي. نفسك. وخلي بالك في كاس عالم هو حقك اجتهد وجيلك داخل فيه وخلي بالك حتى لو ما لحقتش ده انت عندك كمان سنتين كاس عالم هتبقى انت الكبير فيه هتبقى انت الكبير فلازم تستعد فيه كويس جدا جدا. بس خليني اقول لك كابتن يعني يمكن اللعيبه كلها في مصر عارفين بعض يعني هتلاقي الجيل ده كله عارف بعض وكله عارف مين ده كويس ومين مش كويس. انت من هوايات اننا نجيب مدرب منتخب يعني فكرك كفكر يعني مختص بالسنه دي السن ده ولا اجيب حد مثلا مدرب درجه اولى امسكه 16 سنه اديهم خبراتهم ولا بتاع يعني انت من هوات ايه او شايف الصح ايه اجيب مدرب الجيل ده السن ده ولا مدرب درجه اولى ويجي يمسك السن ده في المنتخبات؟ بص يعني هي على حسب الكواليتي
يعني احنا عندنا هنا في مصر كواليتي عالي جدا, في كواليتي مدربين عاليه جدا. فاحنا لو مش هنجيب حد اسمه سي في سي في فعلا بالذات في الناشئين فخلاص, فاحنا ما نجيب نجيب المصري بس مصر. لو في حد طبعا اسم كبير هنتعلم منه, هنتعلم يا ريت يعني, يا ريت ويا ريت يجوا في اي يجيبوا لنا حتى لو مش هيمسك الدورات صحيح. هنا جوه مصر او يتسهل ان احنا نسافر بره ندرس يعني صحيح. او نروح كلينك يجي لنا هنا صحيح يعني. بالظبط كده. كل التوفيق لك يا كابتن محمد, نورتني وشرفتني. الوقت مر سريعا, والف مليون مبروك, ونتمنى لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك, ربنا يخليك يا محمد. وبلال شد حيلك, عايزين نشوفك بطل ونجم كبير باذن الله. نورت يا بلال. اعزائي المشاهدين, ده كان حلقتنا النهارده مع فريق او ابطال 16 سنه الناشئين كره السله, واللي حصلوا على بطوله الجمهوريه ما شاء الله, بطوله المنطقه في كره السله. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال. شكرا جزيلا لحسن المتابعه.